السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد الصغير من مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأتحدث معكم عن الجيلبريك وعن خطواتك الأولى من الجيلبريك، وسأطرح العديد من الأسئلة التي يطرحها أغلب الأشخاص وأغلبهم من المبتدئين، فحاولت أن أقوم بسرد كل الأسئلة التي ربما تتداور في ذهنك عندما تتساءل ما هو الجيلبريك، كيف أقوم بالجيلبريك، يعني مميزات الجيلبريك، عيوب الجيلبريك، وكل من هذا. أتمنى أن يكون هذا الشرح يعني أن يعجبكم. نبدأ على بركة الله. فكما لاحظت من عنوان الفيديو هو خطواتك الأولى مع الجيلبريك، حتى يعني تفهم ما هو الجيلبريك، يعني سيكون إن شاء الله شرح شامل. في البداية والسؤال الأول، ما هو الجيلبريك؟ الجيلبريك عبارة عن كسر قيود الجهاز أو كسر قيود هاتف الآيفون أو الآيباد أو الآيبود. ستقول لي كيف كسر حماية، هل يصبح هاتفي معرض للفيروسات وغير من ذلك؟ لا، يعني على سبيل المثال طبعا ان هذا هاتف ايفون يوجد به بلوتوث، القيود التي على هذا الجهاز والحمايه التي عليه لا تسمح لك بالارسال واستقبال باستخدام البلوتوث مع انه موجود، تمكنك فقط بالاتصال براديو السياره وغيرها من ذلك. عندما تقوم بعمل جيلبريك وتنزيل ادوات متخصصه لهذا البلوتوث ستتمكن من الارسال والاستقبال. يعني بشرح مبسط هو عبارة عن إزالة القيود وتمكين كل ما في هاتفك وتتحكم فيه، يعني تجعل كل شيء موجود في هذا الهاتف تسيطر عليه، يعني مثل البلوتوث مثل العديد من المزايا الأخرى، يعني تكسر الحواجز وتكسر القيود التي وضعتها لك شركة أبل والتي تجعل استخدامك محدود، فبالتالي ستتفتح استخدام هاتفك الآيفون وتستطيع استخدامه بكل ما تريده، يعني العديد من الأشياء. هذا هو يعني الجيلبريك بجملة بسيطة، كأنك قمت بتهكير البلايستيشن. فعندما تقوم بتهكير البلايستيشن تنزل ألعاب بالمجان، تنزل ألعاب من الهارد ديسك وغيره من ذلك، نفس الشيء على الايفون، تقوم بكسر حمايته، إزالة القيود وكذلك إزالة الحواجز. السؤال الثاني، هل الجيلبريك يعطل هاتفي؟ نعم، الجيلبريك ربما يعطل هاتفك، ولكن سيكون العطل سوفتوير وليس هاردوير، وجميع حلول العطول التي او الاعطال التي تتعرض عليها عندما تقوم بالقيام بجيلبريك حلها الريستور، فالريستور يقوم بعمل كل هذه المشاكل او حل كل هذه المشاكل. السؤال الثالث، هل الجيلبريك يفرغ البطارية بسرعة أو يسبب في نفاد البطارية بسرعة؟ أقول لك نعم، وهذا شيء طبيعي ويعتبر يعني من أحد خصائص الجيلبريك، نفاد البطارية بسرعة. إذا كان لديك جيلبريك استنفد بطاريتك بسرعة، ومعدل النفاد يختلف من شخص لديه جيلبريك إلى شخص لديه جيلبريك آخر، يعني على حسب الأدوات التي قمت بتنزيلها، كل كم كبير من الأدوات تستهلك البطارية بسرعة، وخصوصا للأدوات التي تعمل على تغيير الخلفية. مثلا قمت بتنزيل أداة تجعل هاتفك يضيء بمجرد تمرير إصبعك على الشاشة، هذه الأداة تستهلك يعني شحن كثير، لأن الهاتف سيكون في وضع استعداد دائما بمجرد أن تقوم بوضعه في جيبك بوضعه على الطاولة، هذه الأداة يعني تتحسس وتستخدم الكثير من الطاقة وتنفذ أو تتسبب في نفاد البطارية بسرعة، وبالتالي نفاد البطارية يتسبب فيه الجيلبريك، فهذا شيء طبيعي. ولا تقول لا، عندما أزيل الجيلبريك سيظل الهاتف أو سيظل يعني البطارية تنفذ بسرعة، لا، لا توجد مشكلة. عندما تقوم بعمل ريستور وإزالة الجيلبريك سيرجع معدل استخدام البطارية كما هو. في طبعا في أيام أو السبعة كنت أستخدم الجيلبريك، أشحن الهاتف 100% في الليل، أستيقظ الصباح أجد يعني الشحن تام ولا أستخدمه أبدا. عندما قمت بإزالة الجيلبريك رجعت البطارية مثل ما هي، يعني لا توجد أي مشكلة. هذا بالنسبة لنفاد البطارية عندما تقوم بعمل جيلبريك. السؤال الرابع، هل أستطيع تنزيل كل شيء بالمجان عندما أقوم بعمل جيلبريك؟ أقول لك يعتبر أو يعني هذا الشيء يحدد على حسب الأدوات، لأنه يوجد أدوات معينة تستطيع من خلالها تنزيل أشياء بالمجان، يوجد متاجر لا تستطيع تنزيلها من غير الجيلبريك، يعني موجودة فقط في أسيديا تقوم بتنزيل هذه المتاجر وهذه الأدوات، وبالتالي ستنزل الأشياء بالمجان. أيضا سؤال آخر يتداول في ذهن الكثير من الأشخاص، هل أستطيع تهكير البرامج؟ أيضا يعتبر على حسب الأدوات، فيوجد أدوات تهكير تتماشى مع بعض التطبيقات ولا تتماشى مع بعض التطبيقات. طبعا اذا واجهتك اي مصطلحات يعني سيديا وادوات وكنت مبتدئ نوعا ما لا تقف، يعني كله ساقوم بشرحه في هذه الحلقه. السؤال الذي ايضا يتداول في ذهن الكثير من الاشخاص، هل استطيع الاختراق بالجيلبريك؟ لن اقول لك صعب ولن اقول لك مستحيل، ولكن هذه الاشياء تظل يعني محصوره على الهاكرز المحترفين الذين لديهم سنوات من الخبره، يستطيعون استخدام هاتف الايفون المهكر او الذي عليه جيلبريك في استخدامه في الاختراق. كذلك هل يمكن اختراقي عندما يكون لديك جيلبريك؟ اقول لك نعم يمكن اختراقك، لانك قمت بازاله الحمايه وقمت بكسر الحواجز وكذلك القيود، ولكن هذه
المشكلة يعني تظل بعيدا إلا في حال كنت مستهدف من قبل هاكرز محترفين، فبالتالي ستكون يعني يمكن اخترقت، ولكن تظل يعني بنسبة 1% 5% يعني لا توجد أي مشكلة. لا لم تقابلني حالة إلى حد الآن شخص يعني قام شخص آخر أو هاكرز آخر باختراقه عندما كان لديه جبريك يعني، ولكن فقط للمعلومة يعني ضعها في رصيدك المعلومات حول الجيلبريك، انه يمكن اختراقك عندما يكون لديك جيلبريك، وكذلك انت ايضا يمكن ان تقوم بالاختراق عندما يكون لديك جيلبريك. السؤال الذي يليه، شن فائدة الجيلبريك او ما هي فائدة الجيلبريك؟ ببساطة الجيلبريك يمكنك من القيام بالعديد من الاشياء، منها الارسال واستقبال عن طريق البلوتوث، تنزيل الاغاني والبرامج بالمجان، التحكم في شكل شاشة رئيسية مثل ما تريد، وتغيير شكل الايقونات، تغيير السيديو بار يعني تتحكم فيه بالكامل، تركيب الثيمات، تغيير نوع الخط او شكل الخط، تغيير شكل التغطية والبطارية، ويعني تتحكم في الهاتف بالكامل، تغير فيه الكثير والكثير من الاشياء. والسيديا ومتجر السيديا الذي ياتي مع جيلبريك مليء بالادوات التي يعني تجعلك تستفيد من هاتفك الايفون وتستفيد من الجيلبريك، يعني العديد من المزايا التي يمكنك التحكم فيها يعني. ولعلك لاحظت بعض الاشخاص الذين لديهم جيلبريك عن المميزات الموجوده فيها وتفهم. ايضا تغيير الموقع، يمكنك تغيير موقعك يعني تجعله في اي مكان اخر، يعني العديد من الاشياء التي يمكنك القيام بها. كيف يمكنني القيام بالجيلبريك وطريقة القيام بالجيلبريك؟ طبعا تحدث عن تجربة يعني طويلة نوعا ما في iOS 7 وiOS 8 وiOS 9 كذلك. الجيلبريك يحتاج إلى ثلاث أشياء لكي تقوم به، يحتاج إلى حاسوب ويندوز أو ماك، وأنصحك أيضا بالويندوز لأن الجيلبريك دائما ينطلق على الويندوز أولا، يحتاج إلى حاسوب وكيبل USB وهاتفك الآيفون أو الآيباد أو الآيبود. بعد التوفر على هذه الثلاث أشياء ستقوم بتنزيل البرنامج الخاص بالجيلبريك الذي ستقوم بعمل جيلبريك من خلاله. مثلا لديك iOS 9.0.2 ستنزل الجيلبريك من فريق بانجو الذي متوافق مع هذا الإصدار، تنزله على حاسوبك، توصل هاتفك الآيفون بالحاسوب وتقوم بعمل الجيلبريك. طبعا أي جيلبريك يصدر يعني يوجد شروحات في القناة لأي جيلبريك يصدر وحول سطور أشرحه في القناة، يمكنك الرجوع إلى تلك الحلقات. هذه يعني الطريقة التي تتماشى إلى حد الآن والتي كانت تتماشى مع جميع الإصدارات. يقال إنه في المستقبل وفي iOS 9.1 إنه سيكون من خلال متصفح سفاري فقط، ولكن إلى حد الآن دائما يحتاج إلى حاسوب لكي تقوم بعمل الجيلبريك. يعني هذا هو طريقة القيام بالجيلبريك، ثلاث أشياء. السؤال الذي يلي، كيف أنزل البرامج والأدوات بعد أن أقوم بعمل الجيلبريك وأين أجدها بعد ذلك؟ ببساطة جدا عندما تقوم بعمل جيلبريك ستجد متجر جديد قد وضع في هاتفك الايفون، اسم هذا المتجر هو سيديا. عندما تقوم بهذا او تقوم بالدخول الى هذا المتجر وتنتقل الى ايقونة البحث وتقوم بالبحث عن اي اداة تريدها تمكنك يعني من تنزيل ادوات، تمكنك من تنزيل برامج، تمكنك من القيام باي شيء. فببساطة عندما تريد تنزيل أداة معينة تعرف اسمها، مثلا أداة زيبلاين التي تقوم بتغيير شكل التغطية إلى أي علامة تريدها أو اسم تريده، تنتقل إلى السيديا بعد ذلك إلى أيقونة البحث، تقوم بكتابة اسم الأداة وتنزلها. إذا كانت أداة ستجدها في الإعدادات تنتقل إلى الإعدادات، تنزل إلى الأسفل تجد هذه الأداة. إذا كانت تطبيق مثلا تطبيق iFire فيك GPS أي شيء ستجده في الشاشة الرئيسية وكأنك قمت بتنزيله من الأب ستور. بعض الأدوات لن تجدها في الشاشة الرئيسية وكذلك لن تجدها في الإعدادات، هذه الأدوات تقوم بوظيفتها في الباك جراوند أو في الخلفية. طبعا هذه ليست كل الأدوات، يوجد بعض الأدوات المعطوبة لا تنزلها ولا تجدها، ولكن دائما يعني الأدوات لا تجدها تقوم بوظيفتها في الخلفية وفي الباك جراوند. هذه بالنسبة للطريقة لتنزيل البرامج والأدوات. كيف أزيل أداة من هاتفي؟ بنفس الطريقة التي قمت بتنزيل أداة فيها، مثلا قمت بتنزيل أداة زيبلاين، تنتقل مرة أخرى لسيديا، تبحث عنها، بدل أن تنقر تطبيق تنقر ريموف أو إزالة، ويتم إزالة هذه الأداة. وكذلك بالنسبة للتطبيقات تقوم بإزالتهم بنفس الطريقة التي ستزيل بها الأدوات. الآن نمر إلى بعض المشاكل. المشكلة الأولى هي السيديا موجودة ولكن الشاشة سوداء والأدوات لا تشتغل ولكن التطبيقات تشتغل. هذه المشكلة عندما تقوم بتنزيل أداة غير متوافقة مع إصدار هاتفك، مثلا هذه هي الأداة متوافقة مع iOS 8 ولكن غير متوافقة مع iOS 9 وقمت بتنزيلها، بالتالي الهاتف سيدخل في وضع السيف مود، هذا الوضع يعني لا تشتغل فيه الأدوات والشاشة سوداء.
ببساطة ستقوم بحذف آخر أداة قمت بتنزيلها والتي تسببت في هذه المشكلة، وتقوم بالضغط بالأعلى على Exit Save Mode، ومن المفترض أن يكون هنالك الوقت على ما أعتقد. تقوم بالنقر هناك وتقوم بالضغط على Restart، وسيرجع هاتفكم مثل ما كان، الأدوات تشتغل والوضع العادي ليس Save Mode. السؤال الذي يلي، هل يوجد فيروسات في السيديا؟ نعم يوجد فيروسات في السيديا، ولكن هذه الفيروسات تأتي إلى هاتفك، يعني ليست، لا نقول هناك فيروسات بمعنى خطر هناك فيروسات، ولكن عندما تقوم فقط بتنزيل أداة مهكرة، أداة يعني تم رفعها على سورس ليس من سورسها الأصلي، حتى تقوم بتنزيلها بالمجان. مثلا هذه الأداة مدفوعة تريد تنزيلها بالمجان، تقوم بتنزيلها من سورس آخر. لا أنصحك بهذه الطريقة، بل قم بتنزيل أدوات تجعل الأدوات المدفوعة بالمجان من نفس السورس، يعني لا تقوم بتنزيل الأدوات المدفوعة من سورس آخر، يعني فقط يعني حمايتكم من هذه المشكلة تظل في تنزيل الأدوات من السورسات الرسمية، وإزالة كل السورسات الغير موثوقة في السيديا. ربما كنت مبتدئ وستتساءل ما هي السورسات، أقول لك السورس هو يعني لنقول يعني السحابة أو الرابط أو يعني شيء معين، نعتبره شيء معين، يعني هذا السورس توقع عليه الأدوات لكل شخص أو كل مطور أدوات سيديا لديه سورس خاص به. فعندما أقوم أنا بإنشاء سورس الغرض منه يعني نشر فيروسات واختراق الآخرين، سأقوم برفع أدوات مدفوعة بالمجان، وهذه الطريقة يستعملها أغلب الهاكرز في السيديا، وبالتالي حمايتك فقط تظل في تنزيل أدوات من السورسات التي تأتي من السيديا أو السورسات البسيطة أو الموثوقة التي تقوم بإضافتها. إذا لا تنزل الأدوات من سورسات غير موثوقة. السؤال الذي يليه، كيف أستغل الجيلبريك؟ ببساطة الجيلبريك تستغله بمعرفة طريقة استخدامه. طريقة استخدامه يعني ببساطة، عندما أقول معرفة طريقة استخدامه أي لا تجعل هاتفك يتسبب في مشاكل لا تأتي إليه بعض الكراك، يعني البغز أو ستاكات، يعني يصبح يغلق ويعاد تشغيله وغير من ذلك. طريقة استغلال الجيلبريك أيضا بتنزيل عدد محدود من الأدوات، لا تأتي أي أداة تقوم بتنزيلها. طريقة استغلال الجيلبريك بإزالة الأدوات التي لا تستعملها، بتنظيف هاتفك بشكل دائم باستخدام تطبيق آي كلينر من السيديا، كذلك يمكنك يعني الاستمتاع به بتغيير شكل الأيقونة، تغيير التيم، تغيير الخط بالشكل الذي يناسبك، تغيير شكل شاشة القفل، الشاشة الرئيسية، تغيير التغطية، الكثير من الأشياء يعني التي تعجبك، والكثير من الأشياء التي يجب عليك الحفاظ عليها، مسح الأدوات الغير التي لا تحتاجها وغير ذلك كما قلت لك. هذا بالنسبة لطريقة كيف تستغل وكيف تستمتع بالجيلبريك. كذلك يعني أنصحك بشدة بعدم تنزيل أدوات غير موثوقة، أو كذلك البرامج والأدوات التي قمت بتنزيلها ولا تحتاجها قم بحذفها. السؤال الذي لي، ما هي الأسباب التي تدفعني للقيام بجيلبريك؟ وهذا سؤال يطرحه الكثير من الأشخاص. ببساطة كما قلت لك، يعني مميزات الجيلبريك في بداية الحلقة، يعني كل هذه الأسباب تدفعك للقيام بجيلبريك، يمكنك تحكير البرامج، يمكنك الحصول على نسخ مدفوعة للكثير من البرامج مجانا من تطبيق سبوتيفاي خاص بالموسيقى، يمكنك تغيير موقعك في الخريطة، يعني عندما تنزل منشور على زميلتك في الفيسبوك يظهر وكأنك قمت بتنزيله مثلا من أمريكا أو من بلد أخرى ليس في محلك، يعني هذه الأداة المفضلة لدي وأحبها بكثرة. يمكنك يعني كثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها كما ذكرت، يعني لا يوجد سبب لأقوم بالإعادة. السؤال الأخير، كيف أزيل الجيلبريك من هاتفي؟ ببساطة يمكنك إزالة الجيلبريك من هاتفك بطريقتين. الطريقة الأولى هي بتنزيل أداة سيديا امباكتور، هذه الأداة تمكنك من عمل ريستور من خلال الهاتف فقط وبسرعة، مثل وكأنك قمت باختيار إعادة تعيين كل المحتويات والإعدادات من الإعدادات، ولكن هذه الخطوة لا تتماشى في حال كان لديك جيلبريك، لأنه سيعلق الهاتف على علامة التفاحة. يمكنك استخدام أداة سيديا امباكتور. إذا لم تنجح معك أداة سيديا امباكتور ولا تريد استخدامها، يمكنك أيضا القيام بعمل ريستور من خلال الحاسوب بالدخول إلى موقع الأبل وتنزيل آيتونز، يعني ستجد رابط الحلقة أسفل الفيديو طريقة عمل ريستور. الريستور سيكون حل لجميع المشاكل. إذا واجهتك مشكلة في السيديا، اختفت السيديا، الهاتف علق علامة التفاحة، الأدوات لا تشتغل، الهاتف يعني لا يشتغل، كل هذه المشاكل وكل الذي تتعرض له في السيديا وكل شيء ينجم من الجيلبريك لهاتفك، حل أسل الريستور. فعندما تقوم بعمل ريستور سيرجع هاتفك وكأنه جديد، ولا تخف، لا ستمسح أدواتي، عفوا ستمسح صوري، ستمسح ملفاتي وغير من ذلك،
لا توجد أي مشكلة، فعندما تقوم بأخذ نسخة احتياطية قبل أن تقوم بالريستور ستتمكن بعد عملية الريستور من استرجاع كل شيء في هاتفك، يعني هاتفك يرجع مثل ما هو فقط، ليس عليه جلب لك. لا تأخذ من عملية الريستور أنها سمسح منك كل شيء، لا 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 توجد أي مشكلة، قم بأخذ نسخة احتياطية وكل شيء سيرجع مثل ما هو. أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم وقد استفدت من الجيلبريك وعرفت معنى الجيلبريك، وأتمنى أن تكون هذه الأسئلة التي طرحتها وقمت بالإجابة عليها قد أفدتك. إذا كان لديك أي استفسار آخر أو أي سؤال لم أضفه إلى القائمة في هذه الأسئلة، فيمكن أن تطرحه في التعليق حتى يستفيد البعض يعني، وأتمنى أن أستطيع الإجابة عليك يعني حتى يشاهده بعض الأشخاص الآخرين ويستفيدون من ذلك. لا تبقى لدي بنقر على زر لايك، وكذلك مشاركة هذه الفيديو مع أصدقائك الذين لازالوا يخافون من الجيلبريك ولا يعرفون معنى الجيلبريك. أضغط في حلقة قادمة بإذن الله. لا تنسى كذلك الضغط على زر سبسكرايب وضغط الآن أسفل الفيديو على يمين قبل النقر عليه إذا كانت هذه أول حلقة لك. لحفاظ محمد صغير ومدون التعلم الافتراضي يوجد حلقات شبه يومية. أضغط في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.